راح اشرح لكم كيف بدي اسوي زخرفة اسلامية بسيطة باستخدام الدوائر، شكل بسيط وبطلع شكل جمالية. انا مسويها ومجهزها، فراح اجي على هون على فيو هاي اعلمكم شغلة جديدة في شيء اسمه كونستراكشن بروتوكول. انا هاي كل اوامر اللي انا سويتها. اول خطوة سويتها اخترت نقطة، بعدين رحت اخترت دائرة كويس، واخترت انه نصف قطر الدائرة اللي مركزها هون ونصف قطرها مثلا حطيته ثلاث، هاي الدائرة ثبتها. بعد ما خلصت من هاي الخطوة رحت خلصت الدائرة، رحت على الخطوة اللي وراها وضعت نقطة عن الدائرة عن طريق هذه النقطة، بختار بوينت بعدين بختار النقطة. بعديها رحت اخترت سلايدر. كيف سويت السلايدر هذا؟ لما جيت هنا ارسم الدائرة اخترت هذه النقطة، اخترت هنا السنتر، اخترت الدائرة هاي المركز الدائرة، هنا حطيت A، ما حطيت قيمة معينة 3 2، لا، حتى A بتعمل ايش؟ اسكوليت، بتتغير من قيمة الى قيمة. اذا بدي اغير يعني اخذ خصائص هذا اللي هو السلايدر، بعمل رايت كليك عليه، بروح على الاوبجكت، شوف شو بيعطيني، بيعطيني خصائص السلايدر هياتها. خلينا نحرك هذول شوي عشان نشوفها بشكل اوضح. هياتها المينيمم قيمه تبعته 1، يعني سقطر بيكون اقصى شيء 1، اعلى شيء 5، التغير بيكون 0.5، وبعدين بصير يعمل اسكوليت يتحرك يمين ويسار. الخطوه اللي وراها رحت عملت دائرة مركزها النقطة الحمراء ونص قطرها A، وهذه الخطوة حرد أكررها. بعدين جبت نقاط تقاطع الدائرة الصغيرة مع الدائرة الكبيرة هون وهون، عملت نقاط التقاطع. الآن بعد ما صار التقاطع بدي أكرر الخطوات هاي، سويت نقاط التقاطع، بعدين اخترت على نقطة التقاطع هذه اللي هون، بعدين رسمت دائرة نص قطرها إيش؟ A، وكملت بنفس الأسلوب، بكرر لحد ما إيش؟ أنهي الدوائر أو أعمل لفة كاملة لحد ما أنهي كل الدوائر. شوف أيني سويتها. الآن إيش اللي راح أسويه بالضبط أنا بعد ما أخلص من هاي الحركة؟ شوف لو جينا غيرنا الـ A، حركنا الـ A، طلع شو بصير عندي؟ زخرفة حلوة، نزلتها هيك بصير بهذا الشكل، وهكذا. أنا بقدر أغيرها بعدة طرق. الآن راح أعمل كمان حركة جميلة جدا في الموضوع، يعني راح أمسك هذه الـ A وشو أعمل لها؟ Animate On، طلع بصير تلف من هون، بوقفها. الآن راح أعمل حركة ثانية أقوى من هذه كلياتها، راح أعمل تضليل على كل الدوائر كاملات، وأعمل رايت كليك عليها وأقول له Trace On، يعني إيش؟ خلي الأثر يظهر. طلع والله هسه شو راح يطلع معانا لما نحرك شغل الفيديو. واو. الان كمان بدي اعمل حركه اني اغير اثناء هاي، اغير حركه الاي او طول الاي، طلع كيف بصير عندي زخرفه رائعه جدا من الالوان ومن الاشكال. بدي الغي الزخرفه بعمل كنترول اف عشان يعيد مره ثانيه، كنترول اف بعيد مره ثانيه. شكرا للجميع.